الوزارة يعني. طيب استاذ شادي، بعد عندنا دلوقتي شرائح مصروفات التعليم الخاصه بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعه خاصه اللي هي الدوليه. المدارس اللي بتبدا مصروفاتها من 30,000 واقل من 50,000، تفضل اشرح لنا لو سمحت. هي طبعا الفئات بتاعت المصروفات زي ما حضرتك يعني شايف، المدارس نعم المدارس اللي بتطبق مناهج ذات طبيعه خاصه اللي هي الدوليه ليها شرائح محدده، اللي هي من 30,000 ل 50,000، دي نسبه الزياده فيها 10% زي العام الماضي بالظبط، ايوه مفيش اي تغيير في النسب. من 50,000 ل 80,000 8%، من 80,000 ل 120,000 7%، ومن 120 ل 200,000 6%، والمدارس اللي بتبدا مصروفاتها 200,000 5%. ده بالنسبه للمدارس اللي هي الدوليه. اما المدارس اللي هي الخاصه سواء عربي او لغات، فطبعا مقسمه. طبعا المدارس اللي بتقل مصروفاتها عن 5,000 جنيه نسبه الزياده السنويه 25%، ودي نفس النسب بتاعت العام الماضي. انا باكد على النقطه دي يا استاذ كويس احمد، كويس، لا زيادات، دي نسب العام الماضي. هي بالظبط نفس كويس النسب بدون اي تغيير. كويس، وهكذا قدامنا الجدول قدام. بالظبط بالظبط هل بالظبط. الزيادات بتحصل كل سنه ولا حاجة بتقول انه دي نسبه العام الماضي وبالتالي كانت بتحصل قبل كده كل سنه الزيادات دي بنفس الطريقه؟ طبعا اه طبعا قبل بدايه العام الدراسي الاعلان عن شرائح الزيادات عشان المدارس تلتزم بيها، وما بقاش في كل مدرسه بتحط طبعا نسبه الزياده يعني وفقا لظروفها يعني، مع طبعا اولياء الامور. فالوزاره بتكون محدده نسب الزياده عشان خاطر المدارس تلتزم بيها على مستوى الجمهوريه. طيب استاذ شادي وزي ما بصراحه اكدت لحضرتك اتفضل، في مدارس بتتكلم على لو انا بقول لهم 10% هو بيزود 20%، لو عمل كده انا تاني حضرتك تنزل له لجنه عشان تعمل ايه؟ وهل اللجان يعني يعني لجان ردع يعني المدارس تقلق انه في لجنه راحت لها يعني؟ طبعا في حالات طبعا بيتم مراجعتها، وفي حالات بالفعل تم مراجعتها ونزلت لجنه اسراف مالي واداري من الوزاره وراحت ورجعت المصروفات في المدرسه وخلت المدرسه تلتزم بالنسب الزياده المقرره. لكن على الناحيه الثانيه بقى برضو، ودي نقطه مهمه، ان في مدارس بتعمل حاجه اسمها عرض لتقييم المصروفات، لان عندها مثلا بيبقى نسب عجز، فده بيتم دراسته في الوزاره وبيتم الرد على المدرسه. لو الوزاره وافقت على نسب معينه في الزياده فوق الشريحه المطلوبه وفقا طبعا للعرض اللي قدمته المدرسه او نسبه العجز اللي عندها، خلاص مبقاش فيها مشكله. لكن لو الوزاره رفضت هذا التقييم اللي جاي من المدرسه واكدت عليه انها تلتزم بالمصروفات، بينزل لجنه تتابع مع المدرسه التطبيق الخاص بالقرار. يعني 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 لو في حاله الوزاره رفضت، الوزاره بتنزل بقى لجنه تاكد على المدرسه ان هي ملتزمه بالقرار الخاص بالشريحه المحدده لها. هل انا هنا بتكلم على اجراء اداري ولا ممكن يبقى اجراء اكثر شده قانوني اخر؟ ولا اجراءات اداريه بس وماليه؟ هي اجراءات الاسراف المالي والاداري ده بيشمل طبعا مراجعه لكل المصروفات الخاصه بالمدرسه ومراجعه القرارات اللي صادره عنها، بيبقى فيه تفاصيل قانونيه كثيره جدا استاذ احمد يعني، وبالتالي كل حاجه